بدأ الرواندويون في الإذلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في البلاد، ويخوض الانتخابات الرئيس المنتهي ولايته بول كاغامي الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، ويسعى للفوز بولاية جديدة في مواجهة مرشحين غير معروفين بشكل واسع في أوساط الروانديين، وهما زعيم حزب المعارضة الوحيد المسموح به في رواندا الحزب الأخضر الديمقراطي فرانك هاينزا والمرشح المستقل فيليب موبايمانا.